الله. في مش صعوبة، اه هو كل اللي حصل ده جحيم في الصعوبة. يعني صعب جدا ما لا شاء هو الله حلو، عليكي. بس هو ده ليه معنى؟ ما والله بسأل بجد عشان ما افهمش في الحاجات دي، ده ليه معنى؟ ده لاتن كده. اوكي. كان هي كانت راهبة وكانت بتعمل مورنينج prayers أمم يعني، بس ما فيهاش اي حاجة أمم غريبة. بس عايز برضو اعرف منك فكره ان انت حبيتي اكتر الغنى الاوبرالي، او لان برضو ده مش في سماعنا، يعني مثلا ما فيش راديو مثلا في قناه واحده ممكن تجيب حاجات الاوبرا كل فين وفين، لكن الغنى الاوبرالي يعني مش في الثقافه بتاعتنا قوي، فايه اللي حبيبك فيه او ايه اللي خلاكي غير الكليه؟ يعني الكليه طبعا هيبقى فيها الشرق والادوار والموشحات والكلام ده كله، لكن برضو الغنى الاوبرالي مش بتاعنا قوي، ايه اللي خلاكي تميزي قوي فيه كده؟ هقول لك، دي حدوته حلوه. كان عندنا ماده اسمها تذوق موسيقى عالميه، فكانوا الاساتذه بيجيبوا لنا تيكتس لدار الاوبرا، والتيكتس دي حبايبي كانوا بيحمضوا، ما حدش ما حد بيعبرهم بيروح. خالص يعني. فاحنا قررنا نروح في مره، بس كان في المره دي الموضوع مهم جدا، لانه كان ساعتها كانت جايه فرقه من ايطاليا مخصوص بتعمل اوبرا اسمها هكذا يفعلنا جميعا، بتاعت فولفجانج اماديوس موتسرت. اوكي. فدي كانت المره اللي عرفت فيها ان انا عايزه اعمل كده، انا عايزه وحصل لك اعمل زي شغف بفن الأوبرا. اتحبلت مسرح وكوستيومز، وكمان هم علشان القصص قديمة، ومن انا بحب الحاجات القديمة وطريقة دي التمثيل بتاعتهم على المسرح في الأوبرا. اوفر قوي يا جماعة، ايوه حلوين ايوه قوي، حلوين لدرجة الكوميديا. فكنا بنضحك ومبسوطين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الغنى اللي بيعملوه صعب جدا، جدا. تشالنجينج جدا. انا كنت قاعدة في الاودينس ايوه واسمع كده، اقدر ايه ده، انا اقدر اقول لنفسي خلاص انا هعمل كده بس، وقررت. وقررت. حلو قوي. طب اميره، انت دلوقتي بتحضري ان انت تعملي باند خاص بيكي، وعايزه تمزجي الاغاني العربي القديمه بطابع لاتيني، ايه القصه؟ يا جماعه بحب اللاتين ميوزك، ما حدش ما بيحبش اللاتين ميوزك خالص، الايقاعات بتاعتهم دايما لما تسمعها هتتحرك، سواء هترقص او حتى بس هتحرك جسمك كده، مش هينفع. فانا بحس انه اي حاجه بتحركنا، سواء بتحرك الباشن بتاعتنا زي ما انا مثلا ما سمعت الاوبرا، او تحركنا جسمنا، دي بنرتبط بيها على طول. وكانت اول تجربه اللاتينا ايبالا من ضمن حاجه كده اسمها بوهيميان بروجكت. احنا عايزين نخلي الناس ترجع تاني تحضر حفلات بأشكال مختلفة، تسمع مزيكا حقيقية، ما يبقاش بس يعني. أنا ما عنديش مشاكل مع المزيكا اللي بتتلعب دلوقتي، وبعضها بسمعها ببسط بيها جدا صراحة، بس كمان مش عايزه الحاجات التانية دي تروح ومحدش يسمع عنها حاجه، سبيشالي الولاد اللي هم تين ايجرز، من الصغيرين ممكن ما يكونوش عارفين حاجة عن من 13 وانت طالع، حقيقي ما يعرفوش حد يعني. ممكن مثلا تساله مين محمد فوزي، يقول لك ايه ده بيلعب فين للأسف. بالظبط. فده صعب عليا قوي، فقلت هما بيسمعوا اكتر بالموفمنت. ايه المزيكا اللي فيها موفمنت اكتر؟ كانت اللاتين ميوزك، اللاتين. وانا كمان بحبها جدا، ما فيش حد ما بيحبهاش، مش حد مش هتلاقيه بيحب جيلو ولا شاكيرا ولا طبعا. الناس دي. فقررت ان انا اعمل الاغاني القديمه بالمزيكا دي، وعملنا لها توزيعات مختلفه تماما. وكانت اول حفله يوم 31/6 اللي فات، يوم عيد الثوره، فكان انتصار تاني يوم. كان وكان معظم الاودينس اللي كانوا حاضرين كانوا صغيرين، من 18 وانت طالع حد حاجه و20، معظمهم ما كانوش يعرفوا الاغاني، ومعظمهم جولي قالوا لي احنا عايزين نسمع الاغاني دي تاني، امتى هتنزليها على بلاتفورمز؟ بس انا مستنيه ان انا اسجلها بس بروفيشنالي، مش عايزه انزل حاجه من حفله. طب ايه رايك نسمع حاجه دلوقتي عربي؟ عربي. حاضر. عربي بقى، ده انا هدعبس كده. لا هو في الموال اللي انا كنت بسخن بيه ده، يلا ده بينا. اصلا انا عملته، بس ما كان يعني ده ما كانش بيرقص بقى يعني، كان بس